السائلين، يا واصل المنقطعين، يا امام الخائفين، يا امام الخائفين، يا منجد الغرقى، يا منجد الغرقى، يا منجد الغرقى، يا منقذ الهلكة، يا عماد من لا عماد له، يا عماد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، ويا امان من لا امان له، ويا غوث من لا غوث له، انت رجاؤنا يا الله، انت غوثنا يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، يا من لا يعبد سواك يا الله، بلى والله انت الله، بلى وحقك انت الله، ما لنا اله غيرك يا الله، ما لنا مولى سواك يا الله، ما لنا اله غيرك يا الله، ما لنا مولى سواك يا الله، بلى والله انت الله، لا نضام وانت الله، لا نضام وانت الله، لا نشقى وانت الله، لا نخيب وانت الله، لا نهزم وانت الله، لا نهزم وانت الله، بلى والله انت الله، بلى وحقك انت الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، حسبنا بانك انت الله، يكفينا بانك انت الله، زادنا بانك انت الله، اماننا بانك انت الله، فرحنا بانك انت الله، بلى والله انت الله، بلى وحقك انت الله، بلى والله انت الله، بلى وحقك انت الله، يكفينا بأنك أنت الله، زادنا بأنك أنت الله، أماننا بأنك أنت الله، دخلنا عليك بالشافع الأعظم، دخلنا عليك بالحبيب الأكرم، دخلنا عليك توجهنا إليك بصاحب الحجرات، بصاحب الشعرات، بسيد السادات، بفخر الكائنات، دخلنا عليك توجهنا إليك بصاحب العمامة والغمامة، بصاحب المنبر والمعراج، بصاحب الشفاعة العظمى، بصاحب حوض الكوثر، بصاحب لواء الحمد، بالذي يقول أنا لها أنا لها، بالذي يقول أنا لها أنا لها، اللهم باسمك العظيم الأعظم نسأل، بنبيك الكريم الأكرم نتوسل، نسألك بعزة حبيبك محمد، برفعة حبيبك محمد، بكرامة حبيبك محمد، بحقيقة حبيبك محمد، أن تصلي على حبيبك محمد صلاة تهزم بها الأعداء، صلاة تهلك بها الأعداء، صلاة تهزم بها الأعداء، صلاة تهلك بها الأعداء، صلاة تهزم بها الأعداء، صلاة تهلك بها الأعداء، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا نجاة السائلين، عليك بالظالمين، عليك بالظالمين، أعداءك أعداء الدين، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، وأكثروا فيها الفساد، وقتلوا النساء والأطفال والأولاد، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بدادا، ولا تغادر منهم أحدا، يا رب العالمين، إنهم طغوا في البلاد، وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم من عندك يا مولانا صوت عذاب، نسألك إلهنا ونحن ضيوف حبيبك محمد في ذكراه، ونسألك اللهم بحق صاحب الذكرى، بحق سيد السادات محمد، ألا تجعل فينا ولا في المسلمين ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ذاكرا إلا رفعته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا هما إلا أزحته، ولا هما إلا أزحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا بالحق إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا خذلته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا أسيرا إلا أطلقته، اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، واقض ديوننا وديون المسلمين، واستر عيوبنا وعيوب المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم كن مع اهلنا في لبنان، اللهم احفظهم بحفظك يا الله، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلفهم بركنك الذي لا يضام،
واصرف شر العدا عنهم يا الله، واحفظ أهلنا في فلسطين، واحفظ أهلنا في العراق، واحفظ أهلنا في الأردن وفي السعودية وفي اليمن. أنت أدرى بما يعد ويمكن لأمتنا، أنت أدرى بما يعد ويمكن لأمتنا. فإلهنا مولانا يا محول الأحوال والحول، يا محول الأحوال والحول، حول حالنا وحالهم إلى أحسن حال، حول حالنا وحالهم إلى أحسن حال. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم اجعل بلدنا هذا أستراليا سخاء رخاء بحفظك يا رب العالمين. أكثر خيره، أكثر خيرها، أكثر رزقها، واحفظ أهلها وبارك فيها وفي أهلها يا رب العالمين، وبسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وبسائر بلاد الخلق أجمعين. على نية الشفاء، الشفاء، الشفاء لأمراضنا وأمراضكم، لمرضانا ومرضاكم، وسائر مرضى المسلمين، لا سيما إلى أخونا أحمد يوسف الريش وأختنا هند محمود دندن، وسائر مرضى المسلمين أجمعين أجمعين أجمعين. وعلى نية شفاء كل خلق الله، على نية شفاء كل خلق الله، على نية يشفي الله كل خلقه أجمعين أجمعين أجمعين. الفاتحة. الله تعالى يتقبل من الجميع.